ليفربول، وده شيء هيهمنا جدا كلنا كمصريين. ايضا تقرير بيقول ان شعبيه رمضان صبحي تفوق هدرسفيلد تاون ب 10 اضعاف. احنا عارفين رمضان صبحي طبعا عنده شعبيه كبيره جدا بين الجمهور المصري بشكل عام وجمهور النادي الاهلي، وايضا في انجلترا اكيد عنده بعض الجماهير. فريق هدرسفيلد تاون مش يعني من الفرق الصغيره اللي لسه صاعده للدوري الممتاز الموسم اللي فات، فبالتالي اكيد شعبيه رمضان هتكون اكبر بشويه يعني. دي طبعا كانت ابرز الاخبار. خلينا نروح نشوف فقره السوشيال ميديا. نبدأها بالأهلي. أستاذ طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي نشر على تويتر عدد من الصور من الجمعية العمومية يوم الجمعة، واللي أقرت طبعا لائحة النظام الأساسي للأهلي، وكتب يوم دستور الأهلاوية. وكمان دكتور محمد العدل كتب تويت على تويتر خاص بيه وقال فيها: الجمعية العمومية للأهلي شكرا، أرسلتم الرسالة فهل وصلت؟ نشر أحمد حمودي على انستجرام صورة له مع أزارو وقال: كلما حمدت ربي وجدت منه ما يرضيني. كمان محمد شوقي لاعب الاهلي ومنتخب مصر السابق نشر على انستجرام صوره مع عاشور والشناوي ومتعب وجده، وده كان من عيد ميلاد بنات عماد متعب، وعلق عليها وقال: الرجاله. وعالميا بقى نروح لماتشات امبارح. نشر لاعبنا المحترف احمد حجازي على انستجرام صوره له مع من مباراه فريقه ويست بروميتش مع بريستون، واللي فاز فيها ويست بروميتش 3-2 في دوري الدرجه الاولى الانجليزي تشامبيونشيب، وكتب 3 نقاط مهمين سنستمر على ذلك. ونشر ستورج لاعب ليفربول على تويتر صوره من احتفاله مع اللاعبين بهدف التعادل امام تشيلسي في البريمير ليج، وكتب: اللاعبين عملوا اللي عليهم وكنا نستحق هذه النقطه، ولم احتفل بالهدف ذلك اليوم واحترم تشيلسي لكن ما فعلوه لكل ما فعلوه من اجلي، كل الاحترام والحب الى جماهير ليفربول. طبعا كان هدف رائع ستورج، هو كان بيلعب قبل كده في تشيلسي عشان كده ما احتفلش قوي يعني. كمان جيمس ميلنر لاعب ليفربول الانجليزي على تويتر نشر صوره لجماهير ليفربول من المدرجات في الماتش امام تشيلسي، وكتب مسانده رائعه مره اخرى، نحن نستحقها بفضل ستوريج. كمان برضو شاكيري لاعب ليفربول نشر صوره له من المباراه على تويتر وقال: كنا نعتقد ونجتهد حتى النهايه، دعونا نواصل التقدم بقوه. اما اندري روبرتسون لاعب ليفربول كمان نشر على انستغرام صوره من الاحتفال بهدف ستوريج وقال عليها: اعتقد اننا نستحق هذه النقطه، وكتب ستوريج: ما هذا الهدف، شكرا لجميع الجماهير الذين سافروا من اجلنا، رائعين كالعاده. نروح بقى للاعب ايدن هازارد احد ابرز اللاعبين هذا الموسم في الدوري الانجليزي، واللي نشر على صفحته على انستغرام صوره من المباراه واحتفاله بالهدف اللي احرزه في ليفربول: ليست النهايه التي اردناها ولكن ما زال الموسم طويل، شكرا لكل اصدقائي على الدعم والتشجيع. نروح بقى لماتش توتنهام وهدرسفيلد واللي فاز فيها توتنهام بنتيجه 2-0. نشر هاري كين على تويتر صوره من المباراه وكتب عليها: سعيد بالاداء وال3 نقاط. كمان ماتش ارسنال واتفورد اللي فاز فيه ارسنال 2-0، وارسنال بصراحه بقى لهم كذا ماتش شهر 9 كله بيفوزوا فيه ما شاء الله. نزل مسعود اوزيل لاعب ارسنال على انستغرام صوره من احتفاله باحرازه الهدف الثاني وكتب: نتيجه ممتازه مره اخرى، هذا ما نريده بالضبط، الصعود في الاتجاه الصحيح. ونشر رونالدو لاعب اليوفي صوره للفريق على انستغرام بعد فوز على نابولي في الدوري الايطالي 3-1، وكتب: انتصار عظيم لمجموعه رائعه في استمرار دائما معا. نشرت صفحه ريال مدريد على انستغرام صوره رباعي راموس ومودريتش وكورتوا ومارسيلو بجوائز الافضل في العالم من الفيفا، ده كان قبل بدايه المباراه امام اتلتيكو مدريد في الليجا واللي انتهت بالتعادل 0-0، مباراه ما كانتش حلوه بصراحه خالص. واخيرا نشرت صحيفه بايرن ميونخ على انستغرام فيديو لمهارات رودريجيز مع البايرن من احدى المباريات، تعالوا نروح نشوف الفيديو. لعيب كبير والله خامس رودريجيز، طبعا يعني بدايته او ظهر للناس كلها في كاس العالم في البرازيل 2014، راح ريال مدريد، ده تاني موسم ليه كمان مع بايرن ميونخ بعد ما طلع اعاره، بس بايرن ميونخ اكيد هيجددوا له الاعاره دي، او مش هيجددوا، هيعمدوا معاه بشكل نهائي ويفعلوا البند المتواجد في العقد بشراء خامس رودريجيز، هو احد اللاعبين المميزين جدا. طيب كده ناقص لنا فقره في حلقه النهارده، فقره هتكون مهمه جدا مع ضيفي العزيز استاذ علاء عزت الناقد الرياضي الكبير، لكن استنونا بعد فاصل.